الهيكل العام لمعرض الصين الدولي هو تقريبا نفسه في الدورة السابقة، لكن حجم المعرض أكبر من ذي قبل، حيث تبلغ مساحة جناح المؤسسات المخططة 360,000 متر مربع، فيما تم تخصيص 6 مناطق عرض للمنتجات الغذائية والزراعية والسيارات والمعدات التقنية والسلع الاستهلاكية والمعدات الطبية والأدوية والرعاية الصحية وتجارة الخدمات. كما تم إنشاء 4 مناطق خاصة للصحة العامة والوقاية من الوباء وتوفير الطاقة وحماية البيئة والسفر الذكي والمنتجات الرياضية والمسابقات. تشارك أقوى 500 شركة في العالم وشركات رائدة في الصناعات بنشاط في المعرض. هذا ووصل عدد المؤسسات المشاركة إلى مستوى السابق. قد وقعت معظم الشركات العشرة الأوائل المعروفة في العالم في صناعات مثل الأدوية والمعدات الطبية ومنتجات الألبان ومستعطرات التجميل وسلع الاستهلاكية الراقية، وقعت على اتفاقات للمشاركة في المعرض. في الإضافة إلى ذلك، وبهدف ضمان دخول وخروج المشاركين ومنتجاتهم بشكل آمن ومريح، أصدرت الإدارة العامة الوطنية للجمارك دليل التخليص الجمركي لمعرض الصين الدولي الثالث للاستيراد، وقدمت التدابير الملائمة ذات الصلة. تسمح الجمارك للمشاركين بتقديم الضمانات الضريبية الموحدة لتقليل العبء على المؤسسات الأجنبية، وتدعم نقل منتجات المعرض إلى مناطق الإشراف خاصة بعد انتهاء المعرض لإجراء التجارة الإلكترونية عبر الحدود. من أجل لعب دور منصة التبادلات الإنسانية للمعرض بفعالية ونشاط، تم تخطيط هذا العام لإنشاء منطقة عرض الصور الشاملة و4 مناطق خاصة لشوارع المشاة والعلامات التجارية الصينية العريقة والتراث الثقافي غير المادي والسياحة الصينية وغيرها.